من المؤكد أن الجامعة ممثلة في الخبرات الطبية الموجودة لأساتذة القلب، أمراض القلب، وأساتذة جراحة القلب، وأساتذة طب الأطفال، وأساتذة الأنف والأذن والحنجرة، وأساتذة الأسنان أيضا. كل هؤلاء شركاء داعمين في رفع المستوى الثقافي الصحي وتقديم خدمات علاجية مميزة لأطفالنا قبل استفحال المرض. فالمرض كما نذكر يبدأ بالتهاب بكتيري بسيط في الحلق واللوزتين، وقد ينتقل إلى المفاصل، قد ينتقل إلى عضلة القلب، ويؤثر على أعضاء كثيرة في الجسم. فاشتراك كل هذه التخصصات الطبية على مستوى تقنية طبية عالية ممثلة في أساتذة الطب في الجامعات المصرية من شأنه أن يرفع مستوى الخدمات العلاجية للأطفال على المستوى الوقائي وأيضا على المستوى العلاجي. أنا بدعو الدكتور علاء الغمراوي اللي هو المسؤول عن برنامج القومي. تفضل دكتور علاء. احنا الحمد لله احنا بنشكر معالي وزير الصحة ان هو اليوم بنعمل تدشين للبرنامج روماتيزم القلب التابع لوزارة الصحة بأن يكون برنامج قومي لروماتيزم القلب. هذا البرنامج الذي بدأ منذ عام 2003 وبدأ في محافظة الغربية، وقد امتد البرنامج بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية إلى 5 محافظات هي سوهاج والعريش والدقهلية والإسماعيلية. هذا البرنامج الذي يهدف إلى حماية قلوب الأطفال من روماتيزم القلب. هذا البرنامج يقدم توعية صحية أن التهابات الحلق هي المسبب الرئيسي الذي يدمر القلب إذا لم يتم العلاج المناسب لها. وبنقول لأهالينا أن علاج التهاب الحلق بالميكروب السبحي بحقنة واحدة بنسلين طويل المفعول تكلفتها 3 جنيه، وإذا ما خدناهاش بتؤدي في النهاية إلى عمليات قلب مفتوح، بتكلف المريض صحته، بتأثر على إنتاجية الفرد، بتؤدي إلى عوامل نفسية وسيئة للأسرة، بتكلف الدولة ملايين الجنيهات في عمليات قلب مفتوح لاستبدال الصمامات التالفة. علشان كده هذا البرنامج إن شاء الله تعالى برعاية الأستاذ الدكتور عادل عدوي هنمتد بإذن الله إلى محافظات مصر كلها. وبنشكر إخواننا في المجتمع المدني، جمعية أصدقاء معهد القلب في إمبابة، إن هم حسوا معنا بالمشكلة، وإن هم إن شاء الله هيروحوا 3 محافظات وإحنا معاهم بإذن الله بنكمل. وبنشكر منظمة الصحة العالمية، بنشكر المجلس العالمي للقلب اللي دعمنا ورشح البرنامج القومي لروماتيزم القلب في مصر إنه هو ينقل التجربة بتاعته إلى أثيوبيا. بنشكر منظمة الصحة العالمية اللي أهدتنا شهادة تقدير ورشحتنا برضو إن إحنا نطبق هذا البرنامج في اليمن. شكرا جزيلا. شكرا. أنا بشكركم جميعا، وبتقدم بخالص الشكر إلى دكتور هينك بيكدم ممثل مكتب القاهرة لمنظمة الصحة العالمية. نحن في مصر في خطوات الإصلاح الصحي دائما نقتدي بكل السبل والإطارات العالمية حتى يكون برنامج الإصلاح الصحي لدينا ينال كل تقدير من المنظمات العالمية، إيمانا منا بدور الحكومة المصرية في رفع المستوى الصحي للمواطن المصري. أنا بشكر مكتب منظمة الصحة العالمية في القاهرة، بشكر أيضا المجتمع المدني الواعي الذي يقدم دعمه للمنظومة الصحية ممثل في شركة فودافون مصر لرعايتها لهذه المبادرة، بشكر كل الزملاء الفاعلين في هذه المنظومة، بشكر الإعلام الذي سيساعدنا أيضا في الفترة القادمة إلى دعم هذه المبادرة ونشر الوعي الصحي والثقافي لدى الطلبة في المدارس ولدى الأسرة المصرية في المنازل. بشكركم جميعا، وإن شاء الله نلتقي في مبادرات أخرى من شأنها أن ترفع المستوى الصحي للمواطن المصري. تفضل تفضل. العام الدراسي بإذن الله سيبدأ في 2029 إن شاء الله في المدارس، ومنظومة التأمين الصحي في المدارس ستكون من أولى الأولويات لنا في هذا العام بإذن الله، وستشهد تقدم. احنا بدأنا من العام الماضي أو من آخر العام الماضي، احنا تسلمنا العمل في الحكومة في شهر مارس 2014، كان ما زال العام الدراسي مستمرا، وكان خصصنا أطباء لكل مجموعة من المدارس، وكان هناك تطور في منظومة التأمين الصحي على مستوى المدارس. بإذن الله هذا العام ستشهد تقدم أكبر واهتمام أكبر ونشر توعوي أكبر.
أكبر وإجراءات وقائية وعلاجية أوسع من العام الماضي بإذن الله. فضل. احنا عندنا خطة المرحلة التأسيسية بتاعتها 3 سنين نصل إلى هذه الأهداف، رفع المستوى الاجتماعي عن طريق الأخصائي الاجتماعي، وأيضا الاهتمام بتغذية الطفل، وتعلم أن هناك برنامج تغذية أطفال المدارس، لأن هذا النقص في التغذية أو وجود خلل في تغذية الأطفال والنشأ يؤثر بالسلب على صحتهم، كما تعلم أن هناك أمراض كثيرة بسبب نقص التغذية. وهناك مبادرة أخرى بإذن الله تعالى مع سيادة وزير التربية والتعليم للوقاية من مرض السكر في أطفال المدارس، لأن هذا مرض لعين ويصيب الأطفال أيضا. وهناك أيضا إجراءات عن طريق التغذية المدرسية السليمة للوقاية من التقزم، لأن هناك اتجاه أن المؤشر كان مرتفعا وإن شاء الله سينخفض هذا مؤشر التقزم للأطفال. مصر الآن فيها ما يقرب من 50,000 جمعية أهلية مشهرة على مستوى مصر كله، وهذه الجمعيات موجودة مع الكفور في كل ربوع مصر، في الكفور والنجوع والمدن وما إلى ذلك. لابد من إجراء تنسيق مع الاتحاد العام. هذه دعوة مفتوحة من الحكومة إلى المجتمع المدني وعلى رأس الجمعيات الأهلية أن تدلو بدلوها وأن تتقدم بمساعدتها في هذه الحملة التوعوية التثقيفية الصحية العلاجية. النهاردة بنعلن، أعلن معالي الوزير وزير الصحة تدشين البرنامج القومي لروماتيزم القلب. هذا البرنامج الذي يهدف إلى حماية قلوب الأطفال من روماتيزم القلب، هذا البرنامج الذي بدأ في وزارة الصحة من 2003 كانت المحطة الأولى له مدينة المحلة الكبرى. البرنامج له عدة محاور، المحور الوقائي والمحور الوقاية السنوية للمرضى اللي بيصبح عندهم المرض، فبيتم متابعتهم بالمجان في 5 مراكز دلوقتي منتشرين في محافظات مصر. والنهاردة في دعم من معالي الوزير والمجتمع المدني لامتداد هذا البرنامج لمحافظات أخرى، ودعم اليوم برضو من منظمة الصحة العالمية إلى امتداد البرنامج في محافظة أخرى من محافظات الصعيد. النهاردة احنا بندشن مبادرة جديدة، مبادرة قومية لاكتشاف المبكر لمرض روماتيزم الأطفال في المدارس الإعدادية والعلاج كمان للحالات اللي يتم اكتشافها. مؤسسة فودافون لتنمية المجتمع ابتدت في المجال ده من السنة اللي فاتت مع جمعية أصدقاء مرضى القلب في معهد القلب، وعملنا 12 قافلة طبية في 12 محافظة كمرحلة تجريبية. ولما نجحت المرحلة التجريبية ولقينا فيها نتائج مثمرة قررنا السنة دي ان احنا نطورها، والحمد لله اتطورت بقت مبادرة قومية على مستوى جميع المدارس الإعدادية، والمرحلة الأولى منها هتكون في 3 محافظات هتغطي أكثر من 1400 مدرسة بأكثر من 250,000 طالب في المرحلة الإعدادية. وإحنا سعداء في المؤسسة إن إحنا بندعم المبادرة دي ماديا بكل التكاليف اللازمة ليها. هي مبادرة من القلب للقلب بيطلقها معهد القلب القومي، أطباء معهد القلب القومي من خلال الزراعة الاجتماعي للمعهد اللي هو جمعية أصدقاء معهد القلب. هي جمعية بتهدف إلى الدور الوقائي لمرضى من مرض القلب في مصر. الحقيقة مرض روماتيزم القلب بيصيب طلبة المدارس من سن 10 إلى 15 سنة، وهو دي القطاع المستهدف في المبادرة بتاعتنا. هنعمل مسح لكل طلبة المدارس على مستوى الجمهورية، هنبدأ بمحافظات 3 اللي هم سوهاج وخينة والفيوم بإذن الله. هنعمل مسح لكل طلبة المدارس الإعدادي في هذه المحافظات بنين أو بنات. بنستعين بكل قوى المجتمع في هذه المبادرة، وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، وزارة الدوام الاجتماعي، وطبعا وزارة الأوقاف والكنيسة القبطية، لأن كل دول مشتركين معانا في توعية المجتمع لخطورة المرض، إلى جانب مسح الطبي للطلبة وعلاجهم إذا لازم الأمر في معهد القلب بإذن الله تعالى. المبادرة دي هتبدأ السنة دي، احنا أعلنا بداية المبادرة إن شاء الله هتكون يوم 6 أكتوبر، الشهر اللي هو سبتمبر لحد بداية المبادرة احنا بندرب أطباء الأقاليم، كل محافظة 50 طبيب من المقيمين في تلك المحافظات على وسائل أساليب التشخيص الحديثة وحسب المعايير الدولية وتوفير الأجهزة اللازمة لهذا المسح في خلال الشهر ده. وإن شاء الله هتنطلق أول قافلة مسح في يوم 6 أكتوبر بإذن الله تعالى بعد أجازة عيد الأضحى، كل سنة وانتم طيبين إن شاء الله.